السلام عليكم دكتورة رشا. وعليكم السلام، أهلا أستاذ. حياك الله دكتورة. تفضل تقديم محورك الأخير من هذه الدورة. تفضل. تمام أستاذ، نبدأ المحاضرة؟ نعم تفضل. تمام. في البداية السلام عليكم للجميع. طبعا البارحة شرحنا الموضوع عن التسويق الرقمي. طبعا بالبداية أعطينا مقدمة عن التسويق الرقمي. احنا قلنا بالنسبة للتسويق الرقمي، طبعا احنا الانترنت عرفناه اصبح تحت المكان او حيز يعني كبير بحياتنا اليومية. ليش؟ لانه هو مصدر من مصادر المعلومات. هذا طبعا جعل المنظمات انه تواكب التطور الحاصل في التغيرات بالبيئة المحيطة بها، فانه لازم تواكب التطور حتى تحقق النجاح بالنسبة لها. الإنترنت أصبح بصورة عامة موجود بكل مكان، أصبحت حياتنا عبارة عن إنترنت، أغلبية الأعمال تتم عن طريق الإنترنت، فحتى تكون على دراية بما يحدث في المكان اللي تعمل به، البيئة اللي تحيط بها، ودائما فاستعملت التنشطر أو تنقل أنشطة التسويق الرقمي. عرفنا أن التسويق الرقمي هو شنو، هو استعمال وسائل التواصل الرقمي اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الانترنت، حتى ايش تكسب الزبائن وايضا تكون علاقة معهم وتحافظ على الزبائن. عرفنا ايضا الاهمية مالته انه يساعد المنظمة على الترويج للمنتجات بالنسبة لشريحة من الزبائن، ايضا تستطيع عن طريقه انه تقسم الزبائن الشريحة تريد هاي المنتجات أو شريحة هاي، فراح تعرف كل من حسب قاعدة البيانات الموجودة إلها عن الزبائن. أيضا تطرقنا إلى أهداف وأنه إمكانية المنظمة البيع والشراء، إن كان الإمكانية في البيع والشراء من خلال المنزل، هذا بالنسبة للبائع وللمشتري، أنه تقدر تقتني أي شيء أنت قاعد بالبيت فتحصله عن طريق الإنترنت، تضغط زر وتراسل وتحكي وتريد البضاعة اللي وتشوف البضاعة اللي تريدها وتعرف مواصفاتها. هذا هدف طبعا من أهداف التسويق الرقمي المنظمة عن طريقة تقدر تحصله. وأيضا بالنسبة للحرية بالنسبة للبائع والمشتري، عرفنا من أهدافه الحرية بالنسبة للبائع والمشتري، أنه أنت تقدر براحتك وبحريتك أنه تختار الشيء اللي تريده، والمشتري أيضا العفو البائع أيضا انه عن طريق ما هو قاعد في فد مكان بدون ما زبائن وهوسه وعتقه يجوا، هو انه بنقره الزر راح يقدر يتواصل مع الزبائن ويمشي الزبائن. عرفنا ايضا المنافع بالنسبه لها، انه الوصول الى الاسواق العالميه بصوره كبيره طبعا، لان ايش؟ لان هو يستعمل الانترنت، هو عباره عن تسويق رقمي، فهذا يكون عن طريق الانترنت. ايضا بالنسبه الى كنا عيوب بيه، هاي طبعا شويه شرح مفصل عما حتى ندخل للمحاضره، نكون يعني استرداد للمعلومات عما شرحنا. الوصول إلى الأسواق العالمية منافعه بالنسبة إلى، وهاي منافع أخرى. أيضا من عيوبه قلنا إيش؟ إنه اقتناء سلع رديئة بالنسبة للمشتري، مرات إنه توصل البضاعة مو مثل ما تريد، أقول أنا شلون أخذتها. النقطة الثانية إنه هناك ماكو هناك قانون يحمي المشتري، إنه إذا طبعا اقتنى السلعة من بيج أو من شركة معينة فهم ما مسؤولين إنه يروحون ويشوفون ويحققون، يروحون للشركة وليش وما ليش فتروح عليك. طبعا الآن نجي على الفقرة، هي أدوات التسويق الرقمي. بالنسبة للتسويق الرقمي عبارة عن تسويق رقمي عن طريق الإنترنت، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي أدوات التسويق الرقمي. إنه نلاحظ إنه الاستعمال الرقمي العالمي أدى إلى ظهور أو بروز ممارسات حديثة. لاحظ أنه تداخل قوي بين الاستعمال التكنولوجي والتسويق الرقمي. استعمال تكنولوجيا المعلومات، توافر المعلومات بكثرة، تكنولوجيا المعلومات أدت إلى أو تكون داعمة للتسويق الرقمي. هذا دليل على شنو؟ انتشار التكنولوجيا في أنشطة التسويق الرقمي والسرعة المتزايدة للتطورات التكنولوجية خاصة اللي تتعلق بالإنترنت. لاحظ تأثيرها كلش قوي في الاستعمال الرقمي. لو نشوف احنا او نحكي عن الجانب التاريخي لظهور محركات البحث بالنسبة لأدوات التسويق الرقمي، لاحظ انه سمح بتطوير الممارسات التسويقية الجديدة كالتسويق عن طريق محركات البحث. فالتواجد على محركات البحث يعد هو واحد من اهم ممارسات التسويق الرقمي الاولي،
مجرد على محركات البحث، وتبحث عن الشركة اللي تريدها، لأن موقع الشركة موجود على الإنترنت، هذا يسمح لك بزيارتها. وأيضا تعد ضرورية للمسوقين، لأن الأنشطة في الشبكات الاجتماعية شو تساهم؟ راح تساهم في التموقع الجيد على محركات البحث. ليش؟ يسمح التسويق الرقمي باستعمال طرق متعددة، راح نستعمل طرق متعددة ومتكاملة في ما بينها. لذلك أنه راح يتوجب على المسوقين أن يكونوا بحالة استعداد تام لظهور ممارسات جديدة. إذا هذه الممارسات راح تساهم في تطوير أنشطة التسويق الرقمي. لاحظ العالم في عالم التسوق الرقمي، أول زيادة حادة كانت إلى بال2006، إيش وقت عندما تم الإبلاغ عن نمو إن حركة مرور محركات البحث. لاحظ أنه كان إلى دور فاعل بال2006، لاحظ حركة مرور قوي بالنسبة إلى ما يعادل 6.4 مليار بشهر واحد. محركات البحث إلها يعني زايريها أو جايين للمواقع هواي هواي زبائن. لاحظ أنه مايكروسوفت على الموقد الخلفي أطلقت البحث المباشر للتنافس مع جوجل وياهو، ثم جاء بعد ذلك منه الويب، أصبح الناس مشاركين أكثر نشاطاً، بدلاً من أن يظلوا مستخدمين سلبيين أصبح الويب للمستخدمين بالتفاعل مع المستخدمين والشركات الأخرى. إذن الويب كان محرك بحث فعال للتفاعل مع المستخدمين والشركات فيما بينهم أو الشركات الأخرى، شركة عن شركة أخرى. وبدأ تطبيق منسقات مثل طريق المعلومات السريعة الفائق على الإنترنت، ونتيجة لذلك زادت أحجام تدفق المعلومات بما في ذلك القنوات التي يستخدمها المسوقون الرقميون، وجلب الإعلان والتسويق عبر الإنترنت بالولايات المتحدة وحدها حوالي 2.9 مليار دولار. هذا سرعان ما بدأت مواقع الشبكات الاجتماعية بالظهور، مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تبعه فيسبوك. بذلك أدركت العديد من الشركات أن كل هذه المواقع الجيدة التي ظهرت طبعاً راح تفتح أبواب جديدة للتسويق منتجات والعلامات التجارية، وفتح آفاق جديدة أنه بكل مكان أنه أنا راح أقدر أعلن أو روج عن منتجاتي والبضاعة اللي أنا أريدها عن طريق الفيسبوك بمكانات واسعة من أنحاء العالم. نجي إلى أول أداة من أدوات التسويق الرقمي. الأداة الأولى وهي المنصات التواصل الاجتماعي. لاحظ الأدوات الشائعة هي أدوات منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، سناب شات، انستغرام، اللي هي جزء شائع من أي استراتيجية تسويقية متكاملة، وهي طريقة رائعة للمسوقين حتى تتفاعل مع الجمهور. احنا أغلب هسه الناس هو على هاي المواقع التواصل الاجتماعي، فهواي شغلات نقتنيها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. لكن أيضا ظهرت منصات جديدة وتقدمت ونمت المنظمة عن طريق هذه المواقع، وأثبتت يعني وجودها بالنسبة إلها، وعلامتها أدت إلى أن تكون من أصبح هناك زبائن موالين لهذه العلامة بالنسبة للشركة بمجرد النظر إلى أنه يعرف أنه هاي علامة جيدة يقتني السلع مهما كانت السلع مالتها. ما دام هاي علامة جيدة، احنا كثير من المنتجات نستعمل فد منتج واحد من شركة أو منظمة بالنسبة لنا فيعم على الجميع. مثلا احنا شركة LG، أنا مقتنية فشي منه أجهزة كهربائية، تلفزيون، بلازما، هيك يعني. فأنا من أجي أقول إيه فعلا شركة رائدة، إن كل منتجاتها هي زينة، فأني أقتنيها مهما كانت الحاجة، راح يكون عندي علم ودراية بيها، فما يحتاج أعرف إنه مواصفاتها شنو، لأن أني مقتنية منها. فهذا راح يسهل التكلفة بالنسبة إليك والجهد، وبالنسبة أيضا للمنظمات أو الشركات. بالنسبة أيضا فضلا عن الميزات القياسية التي تقدمها طبعا منصات التواصل الاجتماعي، بعض المميزات هنا مصممة خصيصا للتسويق، تشمل شنو؟ مدير إعلانات فيسبوك اللي يسمح بالمسوقين بعرض الإعلانات وتتبع أداء الإعلانات كمكافأة إضافية. لاحظ عن طريق الفيسبوك، لاحظ أنه الصفحة أنه تريد شلون توصل الأكبر عدد من شرائح المجتمع، فتعمل لايك مشاركة للبرنامج وتنطي بها مكافآت
وهذا راح يسهل لها بالنسبة إلى تستقطب زبائن أكثر، تعرض منتجاتها بشكل أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي. النقطة الثانية والأداة الثانية من أدوات التسويق الرقمي هي أدوات التصميم، اللي هي جزء رئيسي وآخر من التسويق الرقمي. هناك تصميم شائع بشكل خاص، الأمر يتعلق بإنشاء إعلانات ومحتوى على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات أيضا الموجودة. هناك تصميم، لاحظ أنه دائما إعلانات تكون على شكل تصميم بزاوية أو يسار، عندما تتصفح على الإنترنت يطلع لك هذا الإعلان أنه مصمم، فأنت بأنه تريد أن تشوفه أو ما تريد تشوفه خيارات بالنسبة إليك، بس هي تصممه وتخليه أنه ممكن تفتحه حتى تشوف بنقر الزر أنه شنو الموجود بالنسبة للشركة، أي من الشركة الموجودة على الإنترنت. الأداة الثالثة هي أدوات التحليل، اللي هي مجموعة أخرى من الأدوات المفيدة للمسوقين. الأداة المفيدة للمسوقين هي أدوات التحليل، تشمل الجوجل أناليستس المصمم لتتبع إحصائيات مرور الويب، وأدوات تحليل الوسائل الاجتماعي اللي هي فيسبوك وتويتر، التي توفر مقاييس تتعلق بالمشاركة، راح تساعد المسوقين على تحسين حملاتهم وقياس الإحصائيات على الواجهة الخلفية للموقع بالنسبة إلها، إنه راح تشوف من اللي زار الموقع أو عن طريق الفيسبوك تويتر انستغرام، راح يكون هناك إحصائيات لعدد الزبائن أيضا تدخل لبياناتهم وتعرف من خلال عمليات البحث ومقاييس التحويل بالنسبة إلها. الأداة الأخرى الرابعة هي أدوات تسويق المحتوى. إحنا عندنا تسويق محتوى بالنسبة للمسوقين اللي يركزون على تسويق المحتوى، هي تسويق المحتوى مثل هوب سبورت اللي موجود، ومساعدة كبيرة تساعد على إنه يتعلق الأمر بإنشاء محتوى وتنظيمه، راح تنشئ محتوى خاص بها وتنظيمه ومساعدته في تحديد فرص المحتوى، وأيضا مشاركة للمدونات وسائل التواصل الاجتماعي اللي يكون طبعا للجمهور صدى كبير بالنسبة إلها. هذا راح يؤدي إلى إنه راح تلاحظ إنه رؤية ما يحدث عنه أو ما يتحدث عنه المعجبون على وسائل التواصل الاجتماعي، راح تشوف شنو ردود أفعال الزبائن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا المحتوى طبعا راح يكاد يكون مضمون ليكون مؤثر، وكذلك يكون إلى اهتمام لحدث أو قصة إخبارية معينة بالنسبة للمنظمة. الأداة الأخرى هي أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني. نعرف طبعا البريد الإلكتروني أيضا أداة من أدوات التسويق، كثير من المنظمات تسوق عن طريق البريد الإلكتروني إلها. نلاحظ يوحي الاسم هو قناة تسويق رقمية تستخدم لتسويق العلامات التجارية، دائما المنظمات البراند مالتها التجارية تستعملها في وسائل البريد الإلكتروني. يحول خطر دخول وسائل البريد الإلكتروني إلى مجلد، لكن إنه لاحظ إنه خطر دخول وسائل البريد الإلكتروني تحول إلى مجلد غير مرغوب فيه بالنسبة إلها، تكون هناك قد تأتي رسالة أن شخص ما يلاحظها أو تكون أنه غير مرغوب فيها، فممكن أنه ما يلاحظ هذا الشيء، فهذا يكون سلبي أو غير إيجابي بالنسبة للمنظمة. لكن يكون طبعا احنا على العموم أنه هو يكون ساطع بالنسبة إلها ومهم بالنسبة للمنظمات، لكن في يعني شلون نقول نادرا ما أنه تكون وسائل أو نقول رسائل هي غير مرغوب فيها، ف يعني مرات يتجنبها الزبون ما يدخل لها، تعتبر رسائل غير مرغوب بها ما يطرق لها. لكن يقول هناك أيضا إنتاج الزبائن المتوقعين واقتراحات المنتجات عالية الجودة والمستوى بالنسبة للمنظمة، راح تعرف المستوى بالنسبة للمنظمة منتجاتها شو راح تكون، الزبائن المتوقعين اقتراح المنتجات عالية الجودة بالنسبة إلها من خلال ردة فعل الزبون إلها، هذا بالنسبة إلها راح تعرف رد الزبون إلها، راح يكون هذا ولاء للمنظمة. الاتصال دائما المنظمات كده من تكون على اتصال مباشر
راح تحقق النجاح. ليش؟ تواكب التطور بالنسبة إلها. إحنا أمشي أذواق الزبائن، أذواق رغبات الزبائن، إنه إحنا ننتج منتجات قبل ما يقول الزبون عليها إحنا هي متوفرة وموجودة. المنظمة شلون راح تعرف هذا الشيء؟ راح تعرف من خلال ردة فعل الزبائن تجاه اللي تقدمه من منتجات سابقة. راح تعرف إنه الزبائن، شريحة من الزبائن تريد هاي المنتج، شريحة من الزبائن ما تريد، تريد غير شيء. فهي تواكب عن طريق هاي ردود الأفعال بالنسبة إلها. التسويق المؤثر، الأداة الأخرى الثالثة وهي التسويق المؤثر. شلون يكون تسويق مؤثر؟ التسويق المؤثر في منتصف الأنواع الأحدث من التسويق. ليش؟ يكون عن طريق الإنترنت، طبعا هي كلها عن طريق الإنترنت، بس هنا ايش راح تسوي؟ راح تستعمل أو تستخدم مؤثرين حتى تستعمل للإعلانات. لاحظ احنا كثير من المنتجات يطلع فنان مشهور، رياضي مشهور يطلع يروج عن المنتج، فالمنظمة تستعمله بالنسبة إلها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستقطب أكبر عدد من الزبائن. ليش؟ تستعمل هذا يسمونه تسويق مؤثر. فاني متأثر بفلان ممثل أو بفلان رياضي أو بفلان فنان، فمن يطلع أني أشوفه يعني ده يعرض عن المنتج أو يحكي، يعني أنا بالنسبة إلي متأثرة بيه فراح أصدقه، يعني حتى لو كانت البضاعة مو مثل ما أريدها. طبعا هو إنه هذا الفنان عارضها، هذا الشخص يعني المهم بالنسبة إلي هو اللي عارضها، مهما كانت يعني الفئات اللي يعرضوها من المؤثرين بالنسبة إلنا، أي من المؤثرين بالنسبة إلنا اللي إحنا نكون متأثرين بهم طبعا. فهذه المنظمة أيضا تستعمل. ليش؟ راح يتحكم التأثير المفترض في منصات التواصل الاجتماعي لفترة زمنية معينة، وبمعظم الأحيان تعمل انقلابات وسائل التواصل الاجتماعي حتى تشغل المؤثر بجوان قنوات التواصل الخاصة بالمنظمة، وتتراكم مجموعات جديدة ووجهات نظر أكثر بالنسبة إلها. النقطة السابعة أو الأداة السابعة هو دفع لكل نقرة، البحث المعروف بـ PPC، وهي إدارة الإعلانات المدفوعة. دفع لكل نقرة عن طريق الدفع الإلكتروني أو محركات البحث الممولة بشكل كلاسيكي، إنه نلاحظ على يمين نتائج البحث يمكن أن تكون هذه فعالة بالتكلفة بالنسبة إلها عن طريق نقرة، دفع نقرة واحدة فقط. ويمكن التحكم بالتكلفة قلنا عن طريق تحديد ميزانية اللي يمكن أن تبلغ بالنسبة للمنظمات على جميع أنحاء العالم 5 يورو في اليوم قد تصل بالنسبة إلها. الثامن والأخير بالنسبة للأدوات وهو عبر الإعلان عن طريق الإنترنت، طبعا هي كلها عن طريق الإنترنت، وشيء متداخل بشيء بالنسبة إلها. تحتاج إنه تكون مرات عن طريق مساحة، شراء مساحة ممتازة على مواقع الويب ديسك. طبعا أي منظمة يكون لها موقع، هذا الموقع هي تشتريه أساسا عن طريق الإنترنت، يكون تدفع أصلا تكلفة أجور وتدفع المنظمة لمالك موقع الويب بالنسبة إلها بناء على المساحة اللي تريدها. فمهما كانت عدد شرائح الزبائن إلها، المواقع اللي الزبائن اللي يزورون موقع المنظمة إلها هواية، فراح هي يكون بالنسبة إلها هي الربحانة طبعا، وتحصل أكثر، راح تقدر إنه تقلل التكلفة بالنسبة إلها، والعدد أيضا النقرات اللي يتلقاها الإعلان راح يكون عدد أكثر. هاي الفقرة اللي كانت بالنسبة لتكملة المحاضرة اللي هي أدوات التسويق الرقمي. نجي للفقرة الأخرى اللي هي عبارة عن أبعاد التسويق الرقمي، لأنه نعرف إنه إحنا شلون، وهي أنشطة أو أبعاد للتسويق الرقمي. شلون يكون التسويق الرقمي، وإحنا شلون حيكون بيه، شلون نسوق منتجاتنا عن طريق شنو؟ إنه لاحظ التسويق الرقمي إنه دائماً يتيح الفرصة للمنظمات للحضور بالأسواق المحلية والدولية. هذا طبعا راح يمنح المستهلك الفرصة للاختيار بين المنتجات. احنا مثل ما قلنا احنا بمكاننا راح نقدر نقتني البضاعة اللي نريدها عن طريق ونقدر نختار، ايضا نقدر نختار من هذه المنتجات اللي تنتجها المنظمة. لأن ممارسة التسويق عبر الإنترنت هذا بالنسبة للمنظمة راح تجعل المنتجات من السلع والخدمات متاحة لأكبر عدد من المستهلكين. أكبر عدد أني أقدر راح أغطيه بجميع أنحاء العالم، أخلق أسواق جديدة منظمة ليس بمكان واحد. أنا ممكن إنه يكون عندي بمكاني هنا،
بصلاح الدين اقدر اني مسوي، بس اني بالخارج يمكن ما اقدر، تكلفتي يكون اكثر، انه افتح محل او افتح الاسواق جديده، ويراد مني عمال، ويراد مني مكان، ويراد مني ايجار، بس انا عن طريق الانترنت راح اقدر اسوق المنتجات اللي اريدها بكل انحاء العالم. هذا شنو؟ راح يخلق اسواق جديده بمكان ثاني بالنسبه للمنظمه، وراح يساعد على تطوير قدرات الافراد وتعزيزها، وجعلهم اكثر قدره على انجاز الاعمال. طبعا جميع الموجودين بالشركه راح يكون لهم قدره ودافع ايضا، كذلك ايضا متابعه المعاملات الخاصه بالمبيعات وخطواتها ونتائجها، وكذلك اضافه منتجات او تغيير المقترحات البيئيه حسب ردود افعال بالنسبه للزبائن. البعد الاول من ابعاد التسويق الرقمي وهو الجذب. شلون اجذب الزبائن؟ الجذب شنو هو الجذب؟ الجذب طبعا هو انه جذب الزبائن، مو بس جذبهم والاحتفاظ بهم. انا يعني شلون احافظ على ذول الزبائن؟ انا يعني عرضت المنتج وما عجبهم وراحوا الزبائن، هذا راح انه اذا اكسب زبائن جدد راح يكلف المنظمة اكثر، فاني لازم احافظ عليهم في سبيل التكلفة تقل. ليش؟ لان هم ادرى ويكون لهم ولاء، ادرى بمنتجات المنظمة، وراح يكون لهم ولاء للبراند للمنظمة، فهذا بالنسبة للمنظمة ما راح تكون تكلفتها أقل، فما يحتاج من يجي المشتري تشرح له والله أني المنتجات مالتي هيجي هيج مواصفاتها هيج، فلا، المنتج هو واحد من المنتجات يكون مقتنيها الزبون أو المستهلك، هو عنده علم بها وعنده ولاء للبراند بالنسبة لمالت المنظمة، فهو راح يكون على دراية بها، راح تكون التكلفة أقل بالنسبة للزبون والمشتري، فهذا هو الجذب بحد ذاته بالنسبة للمنظمة. طبعا هو مسعى صعب للغاية بالبيئة التجارية اللي تكون شديدة التنافس وتكون بها عولمة، وخاصة اللي نعيش بها. مثلا احنا لو نجي على شركة آسيا أو شركة الصين مقارنة بإنتاج يعني الخدمات، انه دائما تكون هاي الخدمه نقولها افضل من دز شركه زين، عندي سيم كارد مو خد زين يكون بي، والله اني خدمه تكون اكثر منها، يمكن منطيتني 3 ساعات باليوم واشتراك هاي مجاني على شركه على خط وخط، يعني من خط الخط فقط بس تحدد، او شركه اسيا من تنطيها انه هل قد فقط من اسيا لاسيا، ومن اسيا زين هل قد يكون تكلفه اقل، فحسب رغبه الزبون يكون هناك منافسه شديدة بالنسبة لها، فمن يعني صعب تحصل الشركة على الزبائن أكثر إذا ما تكون يعني إذا ما تكون تحط يعني علامات أو استراتيجيات بالتسويق حتى تعرف إنه تجذب الزبائن إلها. والطريقة اللي تطورت طبعا بها احنا التسويق للمستهلكين بشكل كبير، إنه أصبح من المرجح أن تكون استراتيجيات التسويق التقليدية، احنا نلاحظ ان استراتيجيات التسويق عفى عليها الزمن، التسويق التقليديه انه انا شنو اصبحت كلها عن طريق الانترنت، وراح يكون الزبائن قادرين على التسوق براحه في منازلهم. لاحظ شركات، احنا شركات بالنسبه لنا، اضرب لكم مثال شركه امازون اللي احتكرت الشركات البيع بالتجزئه عبر الانترنت، البيع بالتجزئة احتكرته عن طريق الانترنت، هذا خلق تحدي امام المنظمات التقليدية للمنافسة. من ناحية اخرى كان مثل جون لويس التكيف مع استراتيجيات متعددة القنوات والتجارة الالكترونية من اجل زيادة الربحية وتوسيع حصتها، هاي الشركة الاخرى توسيع حصتها في السوق. وطبعا المنظمات عندنا كثير من تمارس المنظمات التسويق المستهدف اللي يقدمون به صفقات خاصة مجموعة محددة من الزبائن، يستعمل مجموعة محددة من الزبائن، يصممون عروضهم لمنافسة مجموعات محددة من المستهلكين، وتفرض أسعار طبعا أسعار مختلفة توفر بها مزايا، حتى شنو؟ حتى إنه الزبائن يفاضل بين المزايا وبين الأسعار بالنسبة إلها عبر مجموعات زبائن مختلفة. المنظمات إنه يمكن ان تزيد من جذب الزبائن بالنسبة إلها، كيف تجذب الزبائن بالنسبة إلها؟ وانه يمكن ان تزيد جذب الزبائن من خلال مجموعات معينة دون التقليل من ارباحها. ليش؟ لانها تستخدم الانترنت، التسويق الرقمي عن طريق الانترنت راح يوصل لمجموعة اكثر، راح تستقطب زبائن اكثر او تجذب زبائن اكثر.
وبعد ذلك يتم التفاضل الزبائن بالنسبة لي، يتم تفضيل الزبائن المستهدفين. لاحظ الزبائن المستهدفين ايش نقصد بهم؟ الزبائن اللي يخدم المنظمة، يخدم المنظمة بالنسبة لها، يخدم العلامة اللي تقدمها أو المنتجات اللي تفرضها بالنسبة لهم. وراح يؤدي ذلك الجذب طبعا إلى تحقيق أهداف التسويق الرقمي، خاصة احنا نلاحظ سواء كانت شركات اتصالات أو غيرها من المنظمات أو الأعمال الخيرية، راح يكون هناك برنامج الولاء للزبائن، تقديم خدمات رقمية بالوقت والمكان المناسب. هذا بالنسبة لشركات الاتصالات، أي من كان أنه بالوقت المناسب والمكان المناسب راح تقتني الزبائن الخدمات اللي تقدمها. أنا بأي وقت هسه عندي الخط سيم كارد أقدر أفعل خدمة على مدار 24 ساعة، هذه خدمة تعتبر لمدة 24 ساعة، فهذا بالنسبة إلها تحقق نجاح بالنسبة إلها على هذا المستوى. لاحظ بالتسويق هناك 3 أشكال من الوسائط المستخدمة لجذب الزبائن: المكتسبة والمملوكة والمدفوعة. شلون أني أكسب الزبائن؟ بـ3 أشكال من الكسب للزبائن. شلون أنه أوصل للزبائن بالنسبة إلها؟ عن طريق المكتسبة والمملوكة والمدفوعة، هاي وسائط مستخدمة بالنسبة إلها. المكتسبة اكتساب، يقول بالنسبة إن المنظمات التفكير في الأشكال الثلاثة إنه تطوير استراتيجيات الاتصال التسويقي بالنسبة إلى قد اقترن معظم المنظمات بشكل متزايد التسويق اللي ينشأه المستهلك. هناك تسويق اللي ينشأ المستهلك، ويتم تعريف وسائل الإعلام المكتسبة، هذا بالنسبة للمكتسبة على أنه إيش الأنشطة الإعلامية التي تنتجها المنظمة بشكل مباشر. دائما تنتج إعلانات أو أنشطة إعلامية بشكل مباشر بالنسبة لها مع الزبون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لهم، مثل الإشارة لهم، إشارة للصفحات. أنت مجرد ما تنطي إعجاب للصفحة دائما لاحظ أنهم يشيرون إليك، دائما يطلع أنه تمت الإشارة إليك عن طريق يكون مكتسب بالنسبة المكتسب. على الرغم من الإعلام المكتسب ليس أسلوبا جديدا، طبعا احنا الإعلام في الماضي كان يقتصر على وسائل إعلام تقليدية، فأدى تزايد إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي شعبيتها، وجه إلى اهتمام المسوقين بالكلمات الشفهية والتكتيكية الاجتماعية. أما بالنسبة للمدفوعة يكون هناك، هاي طبعا غير مدفوعة وإحنا نمشيها. أما بالنسبة لوسائل الإعلام المملوكة فهي القناة التي تملكها المنظمة، أني قناة عندي أملكها وأتحكم بها بشكل كامل، ومستويات التحكم تكون بالنسبة إلها حسب ما تريد من هذا النوع من الوسائط، من وسائط من عليا إلى أعلى. ويمكن الاعتبار الوسائط طبعا المملوكة أقل مصداقية، لأن يعني يمكن تكون منحازة تجاه المنظمة. دائما قناة ينشأها عن طريق هاي المملوكة، إنه المنظمة تنشأ قناة وتكون مملوكة إلها راح تنحاز إلها. لاحظ دائما ما تنشر عن الشركة عن شغلات يمكن هي العلامة ما تحتوي كل هذا الشيء اللي دا تحكيه أو دا تقول عنه، تبالغ بهذا الشيء، بس هي أيضا مقابل، دفعت مقابل بالنسبة إلها، فتكون تابعة للمنظمة أكثر. فهذا طبعا ما يكون بجانب المستهلك أو نقول الزبون. في النهاية يمكن أن نشوف أنه الجذب، أو نقدر نقول على الجذب أنه هو وسيلة لاستمالة الزبائن وجذبهم نحو شنو موقع المنظمة. شلون أني أقدر أحصل أجذب الزبائن؟ شلون أخليهم يجون للموقع المنظمة أو الشركة بضوء تقديم خدمات رقمية متنوعة، أسعار مناسبة بالنسبة لهم، وتجعل الزبائن محور اهتمام أعمالها. طبعا معظم قلنا الاتصال المباشر أهم شيء، رغبات الزبائن لازم يكون محور اهتمام الزبائن، هو محور اهتمامها العفو والزبائن. هذا يكون عن طريق شبكات الانترنت اللي تصنف تلك المواقع والشبكات على اساس ما تقدمه من خدمات، وبالتالي هذا يؤدي الى شنو؟ الى تسهيل وتنظيم عمليات التسويق الرقمي. البعد الثاني او النشاط الثاني وهو التواصل. التواصل يعتبر فرص تسويقية لتخصيص التفاعل. أنا من أتواصل أكون متفاعل، أعرف حاجات ورغبات الزبائن، فراح أوصل لهم، أتفاعل معهم،
أقدم بالوقت تخصيص التفاعل بين الخدمة اللي تقدمها المنظمة والوقت. راح تسمح أدوات التسويق الرقمي بالاتصالات والتوزيع وبمعرفة الكثير عن الزبائن من خلال هذا الاتصال، طبعا الإعلان من وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل التواصل أو من خلال وسائل الإعلام المدفوعة، هو الشكل السائد للتسويق لمعظم المنظمات الكبيرة، لأكثر من أكثر طبعا من قرن بالنسبة لنا. لاحظ اليوم بعالم المنافسة الشديدة والمنتجات المتكافئة وتعرض المستهلك المفرط للرسائل الإعلانية، دائما يتعرض للوسائل المفرطة الإعلانية، فمن السهل به أنه يكون هناك نطاق واسع من المسوقين بحاجة إلى تجاوز الصيغة التقليدية، فيظهرون إلى الإنترنت أو يكونون على عن طريق بريد مباشر أو الإعلان عبر الإنترنت أو الترفيه المرتبط بعلامة تجارية يكون لها نصيب أكبر في ميزانيات التسويق مقارنة بالإعلانات التقليدية بالنسبة لها. أيضا المنظمات حتى تتواصل أو تكون على تواصل ما بين الزبون، المنظمات إنه بحاجة إلى توسيع رؤيتها للاتصالات بما يتجاوز الإعلانات للزبائن. إيش؟ إنه إيش تحتاج؟ تحتاج إلى إعطاء وزن متساوي للتواصل مع الزبائن. نعني بالتواصل مع الزبائن شنو إحنا نعني به؟ الاستماع إلى الزبائن، أنا أتواصل وياهم، أفهم شنو ردود أفعالهم تجاه الخدمات اللي أقدمها أو المنتجات اللي أنا أطرحها عن طريق الإنترنت، أعرف مخاوفهم، التحدث معهم حول هذه المخاوف، إنه أنا أقول والله أنا أريد أشتريه بس خايف، مرات ليش بدك تخاف أنت؟ أنا دا أقول لك بضاعتي هيك وهيك، فأنا أعرف المخاوف، شنو المخاوف؟ يعني أوصل للنقطة اللي هو يخاف منها، من البضاعة أو من الخدمة اللي راح تتقدم. أكون على تواصل معه، أفهمه بالبضاعة أو الخدمة اللي أنا مقدمة، سواء خدمة أو منتج أو سلعة بالنسبة لنا، فأكون أجري نوع من المحادثات، خاصة الزبائن اللي يرغبون بإجراءها. طبعا هذا لا يطبق على شركات مثل تجارة التسجيل اللي لديهم طبعا بالفعل إداهم اتصال مكثف مع الزبائن، لكن أيضا المنظمات اللي تكون اتصالها محدود أو ما شابه ذلك، وأن المستهلكين دائما يرغبون بإجراء محادثات أكثر في الحالات الأخيرة. لاحظنا دائما الزبائن نستفسر من تشوف شيء إنه ممكن أعرف البضاعة شنو مواصفاتها، شنو بيها، شنو يعني شنو، أو إذا كانت عن على علاج أو فتشين شنو، دائما أسأل إنه شنو شلون نقول السلبيات مالها، شنو إيجابياتها، شنو راح تكون دائما. فالمنظمة حتى تكون متواصلة تفهمهم، تتحدث معهم، تجري حوار معهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا دائما يكون من المهم توصيل رسالة المنتج إلى الزبائن، إنه أني أخلي ببالي إنه الرسالة مال المنتج اللي دا أني اللي أعرف عن المنتج مالي أوصلها إلى الزبائن من خلال المحاورة، من خلال ردة فعل الزبون اتجاه المنتج اللي قدمه، أتوصل أو أوصل الرسالة إلى رسالة المنتج إلى الزبائن، إنه هذا المنتج هو هيك مواصفاته، الشكل كيف الشكل حتكون، استفاد منه الشكل، أقدم بيه. مرات كثير من حتى المنظمات حتى إنه تنجح تسويقهم يقدمون خدمات ما بعد البيع، خدمات ما بعد البيع، يقول لك أنا عندي ستاند منزلية أو في أي مكان أو من هالشغلات، أو إنه يعني وايد من الشغلات يخلوها في سبيل إنه يمشون البضاعة مالتهم أو يوصلون رسالة المنتج إلى الزبائن بالنسبة. زين، وطبعا لاحظ انه عندما نتحدث معهم لم يستمعوا ويكون غير قادرين على التفاعل مع المنظمه، طبعا لانه ما اتحدث معهم او ما راح يكونوا انه عنده خوف او انه ما يتقبل انه المنظمه اذا ما ردت له او ما حكت وياه او ما تفاعلت، فيكون اصلا تلقائيا يلغي النظر. كثير من المرات نشوف فتي عن من نزل رساله ما يوصلنا رد او يوصل متاخر، فاحنا ما راح نقتني سلع هاي المنظمه، انه دائما نتجنبها، فيقول يعني شوف ليش الشكل، يعني ليش حتى الأسلوب والكلام والتحدث والتفاعل مع الزبائن لها تأثير وردة فعل الزبون تجاه المنظمة. لاحظ إنه طبعا المستهلكين إنه من طبعا من يشرح لنا المنظمة راح تشرح، قد يتقبل المستهلكون ما تعد به الرسالة الإعلانية،
لكن يرغبون بشكل متزايد في التزامات محددة، فما يمكن أن يتوقعوه في التعامل مع المنظمة. مثل ما قلنا، التعامل أيضا مع المنظمة شو راح يكون بالنسبة لهم للزبون. فالمنظمة يجب أن تكون استراتيجيات التواصل فعالة، ولا يكون الهدف مالها هو مجرد التواصل الداخلي مع الموظفين، التواصل الداخلي مع الموظفين فقط، لا، الهدف هو إشراك الموظف، أو مثل ما نقول إشراك الزبون. احنا ما نقول إشراك الزبون بالخدمة المنتجة، لأن أنا شنو أنتج؟ لمن أنتج؟ للمستهلك أو الزبون. فأني إذا ما أنتج له الشيء اللي يريده، أنا شكو باقي؟ شلون أنجح أصلاً؟ شلون أحقق منافسة؟ شلون راح أوصل لشرائح مهمة؟ أو راح أوصل لأسواق جديدة وأفتح آفاق جديدة بالنسبة إلي بمكانات مختلفة من بقاع العالم؟ يعني شلون إذا ما أني أكون وسيلتي فعالة؟ وشون ما إذا ما أشرك بالقرارات؟ كثير من المنظمات إنه دائما تاخذ بقرارات ردة فعل الزبون تجاه المنظمة، طبعا الأهم هو منتجات المنظمة، تجاه منتجات المنظمة هو اللي يحدد رغبة الزبون فيما يسعى إليه أو ما يريد، يعني سواء إرادة أو مرادة. فالمنظمة لازم تأخذ بنظر الاعتبار بالنسبة إلها القرار، إشراك الزبائن بالقرار بالنسبة لهم فيما يريدون من منتجات. أنا إما أصنع لهم، إذا أول وتالي راح أمول لهم، فلازم يكون حسب رغبات وحاجات الزبائن. لذلك تصبح المنظمة نفسها وسيلة تواصل مع المستهلكين. الهدف منه هو شنو؟ إنه تحيط المنتج أو الخدمة بتجربة اتصالات تجذب الزبون. تأتي استراتيجية التواصل بشكل طبيعي إلى المنظمات. طبعا استراتيجية التواصل هذه بشكل طبيعي راح المنظمة تستعملها في سبيل تقلل، أيضا تقلل التكلفة، تقلل من الجهد بالنسبة لها، راح يكون تواصلها مباشر مع المستهلكين. فالمنظمة لديها وسيلة طبيعية قائمة للتواصل معهم. فالتواصل أولا وقبل كل شيء إنه يحول الاتصال بين المنظمة والزبائن إلى محادثة، دائما اتصال بيناتهم، محادثة بيناتهم، على اتصال مباشر بالزبائن. ليش؟ لأن راح ترسخ العلامة التجارية داخل الزبون. أنا من أكون على تواصل مع أرسخ العلامة التجارية داخل يعني فكر الزبون، إنه هاي المنظمة تنتج ما أريد أني، أو تقدم خدمات بما أحتاج أني. اللي في العلامة التجارية إنه مو أني أروح أعرفه للزبون، ما أتواصل وياه يعني، ولا كأنما يعني شركة من الشركات، أضرب لكم مثل إنه شلون وصلت للزبون عن طريق التواصل إلى أحد المستهلكين بالنسبة للشركات، أو شلون أي شركات يعني، شلون بالمحلات توزيع الورود الهدايا، فاتصل عليهم فقال لهم إحنا نريد، أنا أريد عيد ميلاد زوجتي باكر، فأريد يوصل بهذا الوقت. الشركة أو المكان اللي هو راد منه، مثلا أنت نقول اللي طلب منه الورود توصل بالوقت والمكان، ما صارت، إجا ثاني يوم فما وصلت، هذا الشيء ما وصله، فهو صار عنده ردة فعل إنه هذه الشركة أو المنظمة والمكان اللي تعامل وياه تعامل بشكل غلط، بعد لا إجا ولا راح لهم. في السنة الثانية بالنسبة إلى السنة الثانية المنظمة، شوف هي عرفت الخطأ مالها، دزت رسالة بعد يومين من منفات الموعد، نعتذر إنه إحنا كثرة اللود أو الشغل علينا. فبالسنة الثانية نفس التاريخ دزوا له رسالة يقولوا له إذا كنت ترغب يعني إحنا موجودين. صارت على تواصل بيه، إنه دائما بقى بباله حتى تتواصل معه، حتى لا تكون رد فعل. نفس التاريخ يعني، شوف شلون بقت بيانات المتصل يمهم، بيانات المستهلك بالنسبة لهم، من زارت موقع عرفت إنه هذا عنده فد حدث أو فد مناسبة بفلان يوم، هو من اتصل دونت معلوماته، بالسنة الثانية رجعت تتصل. فهذا التواصل دائما يكون ببال الزبون. يعني منو يعني هيك منظمة إذا ما تريد تنجح أو ما تريد ما تتواصل مع الزبون، هو أهم التواصل، هو أهم شيء مع الزبون. في التواصل أول وقبل كل شيء راح يحول ما بين المنظمة والزبائن إلى محادثة. ليش؟ العلامة التجارية الموجودة بذهن الزبون ما راح تكون علامة تجارية فقط،
بل أصبحت جزء من المحادثة بين الزبائن والموظف في الخطوط الأمامية بالنسبة للشركة. راح يكون أكثر نجاحاً وأكثر التزاماً، ويتحمل الزبون مسؤوليات معينة، فهذه المحادثة تنشأ من علاقة بين الزبون وبالنسبة للموظف الموجود بالمنظمة. نقدر نقول إن التواصل هو عنصر مهم لعناصر إنجاح التسويق الرقمي، اللي من خلاله راح ينقل المعلومات من فرد إلى آخر. وعندما تحصل المنظمة على المعلومات من الزبائن، راح تكون هناك تتجه إلى المرحلة الثانية، اللي هو شنو؟ رد فعل الزبائن عن طريق الإنترنت، راح يؤدي إلى إنه تنتج منتجات حسب رغبة الزبون. البعد الآخر وهو المشاركة. المنظمة دائما بتقوم ببناء تفاعل حقيقي بين الزبائن المتشابهين في الخدمات المطلوبة. دائما احنا نقول قدم منتجات بشريحة معينة، تقسم، مو بس تقدم منتجات وتفتح أسواق جديدة، إنما تقسم الزبائن بالنسبة إلها. كل شريحة من الزبائن تعرف متطلباتها وشنو تريد وشنو ما تريد، فتكون هناك تفاعل حقيقي ومشاركة ما بين الزبائن. جمع المعلومات الشخصية من الزبائن ضرورية لرواد التسويق الرقمي. دائما احنا عن طريق الانترنت هذا يوفر لها، راح تعرف بيانات المستهلكين او الزبائن، راح تحتاجهم في بعدين حتى تقدم خدمات لهم، حتى تقدم خدمات لهم. ردة فعل الزبائن ايضا مطلوبة بالنسبة لهم. هذه المعلومات الشخصية بالنسبة لها ضرورية كلش دائما عن طريق الانترنت. طبعا انشطة التسويق الرقمي بصورة عامة تساعد المنظمة إلى المنافسة، إلى دخول أسواق جديدة، إلى أن تركز تزيد حصتها السوقية. هذا اللي دفعها إلى أن تستعمل التسويق الرقمي. طبعا هو عامل فعال مثل ما نقول، أو متغير فعال تدفع المنظمة إلى الأمام، تشارك المعلومات بالنسبة إلها، وكذلك الوصول إلى المعلومات والتقاطها ومشاركتها بين الوحدات والفرق والأفراد بجميع أنحاء المنظمة. بالنسبة قد تكون المنظمة لها مكانات أو فروع مختلفة، مثل شركة آسيا لها فروع بالمقر الرئيسي مالها هو بسليمانية، لها فرع بصلاح الدين، لها بالأنبار، لها بالموصل، لها ببغداد، لها بكل مكان. فمشاركة المعلومات اللي تحصلها من خلال المعلومات الشخصية للزبائن راح تنشرها بكل مكان وكل فرع بالنسبة لها، راح كل الكل يعرف الزبون شنو يريد، الخدمات اللي راح تقدم، وكذلك كل مكان او كل منطقة شنو ترغب وشنو تريد من خدمات، وحتى ايضا حتى لاحظ المستوى المنطقة عن منطقة. احنا عندنا خدمة آسيا سيل خدمات بالموصل، احنا عندنا هنا ما موجودة هاي الخدمة، 4 ساعات باليوم هناك موجودة عندهم، احنا هنا ما عندنا موجودة. حتى شرائح، حتى المستوى المادي الاقتصادي بالنسبة لها الاجتماعي، كلها تأخذ بالحسبان من خلال المعلومات الموجودة عن طريق الانترنت. لاحظ ان المشاركة هي وسيلة تستعملها المنظمة حتى تبادل المعلومات، وكذلك بعد جذب الزبائن، هي جذبة الزبائن، تواصلت معهم، شاركت المعلومات معهم، وقدمت من خلال تقديم شكاوي بالنسبة لهم. هذا أيضا من خلال المشاركة فيما بينهم، وضعت القرارات اللي لازم أن تأخذها بنظر الحسبان، هذا أدى من زيادة حصتها السوقية بضوء المشاركة اللي ينعكس على إيش؟ على أنه يعزز من التسويق الرقمي بالمنظمة. البعد القبل الأخير وهو البعد التعلم. بعد التعلم شنو يختلف عن التعليم؟ البعد التعلم والكشف عن معلومات الزبائن، فهمها بصورة جيدة أو بأحسن صورة عن طريق تتبع الزبائن واستكشاف الأنماط الخفية في سلوك الزبائن من خلال تعاملاتهم السابقة. مثل ما قلنا، التعلم منهم إنه شنو يريد الزبون، تعاملهم السابق، أني فلان زبون أخذ مني منتج من قبل مدة، أني شلون أتعامل ويا أسلوبي، شلون حيكون، أنا عندي خلفية عنه. ليش؟ لأن إنه أنا اتعاملت وياه، هو متعامل وياي، يعرف البراند مال المنظمة مالتي، زين التجارية مالتي، فاني راح أعرف أتواصل وياه، شلون أستعمله، شلون يكون أسلوب التعامل وياه. التعاملات اللي هو تكون عن طريق الإنترنت طبعا، إحنا نعرفها إضافة لاكتساب زبائن جدد وفهم الزبائن
ومعرفة تفضيلاتهم ومتطلباتهم، كل ذلك يؤدي إلى تلبية المتطلبات والتفوق على المنافسين. مواقع التواصل الاجتماعي دائما احنا نعرف منحت المسوقين فرصة مكنتهم من التعرف على الكثير من المعلومات عن الزبائن، أساليبهم، مواقفهم، المعلومات الديموغرافية لهم، وتكون الحصول على تلك المعلومات بصورة رسائل تصل عن طريق البريد الإلكتروني إلى المسوقين، واللي تسمح للمسوقين بالخدمات أن يجدوا تلك المواقع فرصتهم للتواصل مع الزبائن الحاليين والمحتملين أيضا اللي لم تكون موجودة سابقا. أيضا تعطي للزبون المصداقية الكافية للتعامل مع المنظمة، إنه إحنا من نعطيها المصداقية الكافية حتى تتعامل ويانا. أني براند، البراند التجاري، العلامة التجارية مالتي يعرف الزبون، أصلا أصبح موالي إلها بالنسبة لنا. هذا كله راح يساعدهم على إنه يتبعون سلوك الزبائن ويعرفون المعلومات بالنسبة لهم، راح يعزز من أنشطة التسويق الرقمي. أيضا التعلم راح يقدم مجموعة متعددة من الفوائد. الأنشطة التسويق الرقمي هو التعلم، التعلم أيضا عن طريق التعلم بالنسبة للمنظمة راح يساعدها في كثير من الفوائد، بما في ذلك الفرصة لتطبيق طرق أكثر قوة لتعميم الاكتشافات العلمية، فهو نهج يتضمن جمع البيانات وبالتالي تشكيل تسلسل هرمي للمفاهيم التي راح تمكن من تعلم المفاهيم المعقدة، ومن المفاهيم المعقدة إلى مفاهيم أبسط عن طريق الإنترنت. النهج الذكي للتسويق هو نظام متطور دعم إدارة التسويق للتعامل مع المعرفة في ضوء التعلم وتقنيات الحاسوب الرشيقة الأخرى، لكن من الضروري أنه بناء بيئة متعلمة حتى تمكن من الحصول على تجربة تسويقية فعالة. لاحظ بالنهاية أنه التعلم هو منهج يستخدم من قبل المسوقين، مثل ما الجذب هو أيضا أسلوب التواصل، هو أيضا أسلوب المشاركة بالنسبة لنا. المشاركة بالنسبة لنا أيضا تعتبر بشكل عام وسيلة أو يعني تستعملها المنظمة حتى تشارك الزبائن مع تشارك الزبائن مشاركتهم بالمعلومات أو باتخاذ القرارات اللي تستعملها من أجل أن تنتج المنتجات. التعلم اللي هو يعتبر منهج هسه وصلنا له يستخدم من قبل من أجل الحصول على المعلومات الديموغرافية، أعرف شنو الزبون اللي دار موقع المنظمة، شنو غاياته أو شنو يريد، أي بمعنى قدرة المنظمة على استثمار المعلومات التي يوفرها التسويق الرقمي راح تحسن من أدائها التسويقي وتساهم في التحليلات والدقة بالمعلومات وتستهدف زبائن، إضافة إلى اكتساب زبائن جدد وتحسين الخدمات اللي تقدمها للمنظمة. دائما إنه أنا من أقدم منتج آخذ رد فعل الزبائن راح يقول لي لو هيجي كان المنتج، لو هيك أنا آخذ ردة فعله أحسن من المنتج، المنتج اللي يكون حسب رغبة الزبون حتى أوصل للمستوى أو الحصة التسويقية اللي أني أريدها. راح يكون هناك امتلاك المنظمة بيئة متعلمة راح يمكنها من الوصول إلى فرصة تسويقية أكبر مقارنة بالمنظمات الأخرى. البعد الخامس والأخير بالنسبة للتسويق الرقمي وهو الاحتفاظ، كيف أحتفظ بالزبائن؟ قدرة المنظمة على الاحتفاظ بالزبائن شلون؟ عن طريق قاعدة الزبائن الحاليين، إقامة علاقات جيدة معهم، جميع الزبائن المستهدفين من الخدمات. زين، يتطلب الكثير من الوسائل حتى يحتفظ بالزبون. النقطة الأولى من الاحتفاظ بالزبون، هناك حددنا إنه نقاط حتى نحتفظ بالزبون. أنا كسبت الزبون صح، تواصلت معاه، شاركته، بس أنا شلون أخلي له ولاء إلي بالنسبة للعلامة، يكون موالية للعلامة. إذا شاف أي علامة فهو بغنى عنها، إنه أنا عندي علامة تجارية أنا موالي إلها، فهذا مكسب للمنظمة، راح يحتفظون بيه أكثر، بزبائن أكثر، وراح تكون تكلفة بالنسبة للمنظمة أقل، لأن يعني هي تعرف شنو مقتنيات المستهلك وشنو يريد المستهلك، راح يكون أسهل بالنسبة لها. فالنقطة الأولى إنه يتطلب التسويق الاستبقاء تخصيص موارد السوق، يتعين على المنظمة إنه تحقق بعض الأنشطة التسويقية للزبائن حتى تحقق إنجاح
أو تحقق أرباح أعلى من أعلى في المنظمة من خلال ميزانية ثابتة وتقليص من زيادة المبيعات والأرباح، أو تقليصها من زيادة المبيعات وبالنسبة إلها والأرباح. الاحتفاظ بالزبائن النشطين، دائما أنا عندي زبائن أحتفظ بهم دائما، أنه الزبائن من المرجح أن يشعر بأنهم مسيطرون ويتذكرون بشأن الخيارات التي يتخذونها. العفو، ويحبون أن يشعروا بالرضا عن سلوكهم. دائما يستفيد المسوقون من ذلك في ضوء تقديم عروض ترويجية مختلفة، يقدم عرض ترويجي مختلف بالنسبة لهم، أنواع بجعل المستهلكين ينخرطون في سلوك ويشعرون بالرضا حيال القيام بذلك. أنا دائما أقول أنا أريد أروج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك ممكن إنه تروج لي عن هذا المنتج، تسوي إلى مشاركة، أنا أقدر شلون أرفع منه، أنت تحسن إنه كأنما أنا دا أشارك المنظمة بعملها، دا أشارك إنه هي دا تقدم سلعة وأني وياها، فهذا يعتبر احتفاظ بالزبائن. أيضا الاحتفاظ بالزبائن هو إبقاء النشطين في المنظمة، إن لم تبقى المنظمة نشطة فسوف ينسلخ منها ولن يعودوا في النهاية الزبائن. دائما أكون على تواصل مباشر معهم، ليش؟ لأن الزبائن المخلصين هم أصول المنظمة، دائما المنظمة تحتفظ بالزبائن يكون هم أصل للمنظمة. ليش؟ لأن المنظمات أصبحت تدرك بشكل متزايد أهمية الزبائن المخلصين، وكانت تولي طبعا اهتمام لتطوير برامج الاحتفاظ بالزبون والولاء له. الغرض الأساسي من جهود الاحتفاظ بالزبائن دائما ليش؟ هو ضمان الحفاظ على العلاقات مع الزبائن. ليش؟ فهم يضيفون قيمة للمنظمة. المنظمة قيمة المنظمة أو حصة المنظمة أو مركزها التنافسي يحدد عن طريق الزبائن. مثلا ما كانت المنظمة على تواصل محتفظة بزبائنها، علاقات مع الزبائن، حصلت ولاء الزبون، هذا راح يضيف إلها قيمة بالنسبة للمنظمة. أيضا عندنا التركيز ضروري، ليس لأن كل الزبائن يستحقون الاحتفاظ، أكو كثير من الزبائن يزورون مواقع المنظمة يقتنون بس هما مو جديرين إنه المنظمة تحتفظ بهم. ليس كل الزبائن إمكانيات، قد لا يكون من المفيد الحفاظ على العلاقات مع جميع الزبائن، خاصة مع الزبائن المكلفون للغاية للخدمة. إذا تطلب المنظمات تركز جهود على احتفاظ الزبائن اللي لديهم إمكانيات ربح أو ذوي أهمية استراتيجية، إنه أني راح أبيع منتج، يعني اقتناء شريحة من الزبائن تقتني هذا بس بأسعار مناسبة، بس أكو زبائن أخر مهما كان سعر المنتج يشتريه، فأني هذول هم اللي أركز عليهم، ما أركز على الزبائن اللي ما تجيب لي أرباح. شوف حتى بهاي المنظمة شلون تحقق ربحية، تركز على الزبائن اللي تجيب لها أرباح أكثر، فتسعى دائما تحتفظ وتزيد اهتماماتها أكثر بالزبائن اللي يكونون بأهمية استراتيجية بالنسبة لها. لاحظ إنه من خلال ما طرحنا أو نقول التسويق الاحتفاظ بالنسبة للأنشطة التسويق الرقمي، إنه هو إنه دائما المنظمة من خلال الاحتفاظ تسعى، ليش؟ تسعى إلى الزبائن الحاليين، إنه تحتفظ بالزبائن الحاليين وتجعلهم يقدمون على تكرار الشراء. دائما أني موالي علامة موالية إلها، راح أقدم على قرار الشراء بدون تفكير. أنا بالنسبة إلي اقتنعت، خلت بذهني إنه هاي العلامة التجارية مناسبة إلي، اقتنيت منها الشيء اللي أريده، قدمت لي الخدمات اللي أريدها دائما حسب رغبتي من حيث اقتصادية ترفيهية بكل يعني بكل الأشكال، راح تزيد، راح يجعلهم يقدمون على تكرار الشراء عبر مواقع الإنترنت. والمنظمة بضوء هذا راح تحدث محتواها وتقدم محتوى ديناميكي وتحافظ على خصوصيات الزبائن. طبعا احنا المنظمة قلنا تاخذ المعلومات هي مو لأغراض أخرى، لا، فقط مجرد تحديد حاجة الزبائن، رغبات الزبائن، شنو اللي يطرح إليه. بس دائما يعني مثل ما قلنا كثير من الناس إن يعني تتخوف من هذا الشيء، إنه معلومات شخصية أو حاجة أنا يعني ما أريد أطرحها لموقع المنظمة عن طريق الويب أو عن طريق الإنترنت، فما تكون مناسبة لهم، ما يحبون أو هذا الشيء، فيعزمون إحنا على التسويق التقليدي. بس هنا المنظمة دائما تحافظ هي على الخصوصيات، دائما محافظة على خصوصيات الزبائن، على مواقعها، تتابع طلباتهم عبر الإنترنت، تبني علاقات جيدة وطويلة معهم. الأهم أن تكون هذه العلاقات طويلة معهم،
فضلا عن ذلك تكون المنظمة قادرة على توفير الخدمات والمعلومات اللي يحتاجها الزبون بأقل كلفة ممكنة، لأنه ما يحتاج أجي أشرح للزبون، هو زبون موالي إلي، عندي علاقات طويلة مع الزبائن، فما يحتاج أشرح له ولا أطول وقت بالنسبة إلي، عندي علم بالعلامة التجارية اللي أني أحملها، وبأقصر وقت ممكن طبعا، هذا راح يحفزهم للرجوع لتجربة الشراء واستعمال الوسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل الرقمية الأخرى. لهنا تنتهي محاضرتنا إن شاء الله. أتمنى تكون استفاديتم من المحاضرة، وأني أشكر حضوركم واستماعكم، وأي سؤال أنا حاضرة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أعزائي الحضور الكرام، بإمكانك رئاسة استفساراتكم عبر دردشة التلفون. ماكو أي سؤال أقدر أترخص أستاذ محمد؟ تمام دكتورة رشا، كرر شكر امتناني لك دكتورة رشا لتنظيمك هذه الدورة وهذا الكم من المعلومات. كما أشكر جميع الحضور الكرام لحضورهم، جميع نشاطات مركز التعليم والمستمر، ملتقانا في أنشطة أخرى في قادم إن شاء الله تعالى، إن شاء واستودعكم الله. الله عليكم وسلم. السلام ورحمة الله.